توجه اليوم أكثر من 2 مليوني طالب وطالبة إلى الجامعات مع بدء العام الدراسي الجديد، وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار على جاهزية الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العالية والمتوسطة لاستقبال الطلاب. وقد انتهى الوزير من الاطلاع على تقارير المتابعة الخاصة باستعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد، وأفادت التقارير بانتهاء كافة أعمال الصيانة للمنشآت والمعامل، وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للكليات.